فالحقيقة أنا مش عايزة أتقل عليكم بذكريات أليمة بالنسبة لي وبالنسبة لعيلتي، بس بما إن أنا بعتبركم عيلتي الكبيرة اسمحولي عايزة أقول لكم على قلبي. قد ما أنا سعيدة إن كنتوا موجودين حواليا النهاردة، قد ما أنا حزينة لأن السنة دي جوزي أدهم حفظي الله يرحمه مش موجود معانا. دي أول سنة بحتفل وهو مش موجود، بس أنا حاسة إن هو حوالينا، حاسة إن هو بيحتفل معانا بروحه ودايماً في قلبه الخير لكل الناس. يلا نبتدي مع بعض الكاونت داون ونتمنى من كل قلبنا الحب والخير لكل الناس. 10 أمين أنت لسه نايم ولا إيه؟ روح المغسلة شوفيهم خلصوا ولا لسه. يا أمين لا يا أمين اتحي قدرت تصل ولا كوم في أي حد انت هتفرج عليهم. تعال 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 تعال